الحاجة الأولى الحمد لله الانتصار الأول للتعادل اللي عطانا بين بنفاوت، أظن بلي دو ماتش كانوا صعاب، شفتو في بداية الموسم توجور لي ماتش يكونو ديفيسيل، ولنا الفريق كامل يحبو البداية تاعها، الحمد لله حنا خدمنا مليح في البريباراسيون وكنا مركزين في لي ماتش هادو، إن شاء الله يكملو بال ما باللعبة اللي يعني نقدمو فيه باش نحققو نتائج إيجابية أحسن في المباراة. الرجوع تاعي من المباراة الأولى كانت مع مودي الطيب، وين الحمد لله قدرت نسجل هدف المباراة، هدف الفوز المباراة، وين الأجواء كانت مليحة، وين في الأنصار تاعنا جو بكثرة وعاونونا في المباراة هذي، ونعدو معنا إن شاء الله نكمل واش عندي باش نفرحهم في المباراة الجاية. الإدارة في ظروف مليحة كيما كامل لي ماتش، وحنا لي ماتش كامل راح نلعبو إن شاء الله دي ماتش فينال باش نسيو نحققو نقاط كثيرة في المباراة إن شاء الله، باش نلعبو على المرات الأولى اللي معنا، نخدمو ونمدو أفون باش نفرحهم إن شاء الله، وربي يوفقنا إن شاء الله ونتعاونو كامل باش ترجع مكانة الوفاق لمكانتها الحقيقية.